بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، رضي الله عمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. توفي البارحة أحد شيوخ حلب النشيطين الذين كان لهم دور في التعليم والتوجيه إلى ما فيه الخير فيما نحسب ونظن، وهو الشيخ محمد عادل عزيز رحمه الله تعالى الذي كان في جامع نفيسة. ترجع معرفتي بهذا الشيخ إلى عام 1991 أي ما قبل 30 سنة تقريبا. قد عرفته في مجلس شيخنا الفاضل المربي فيما أحسب وأظن ولا أزكي على الله أحدا من صالحي عباد الله الشيخ محمد أديب حسون رحمه الله تعالى. هذا الرجل الشيخ عادل فيما أعرفه كان نشيطا في العلم ويدعو وله توجيه وتأثير فيما أعرفه عنه، وقد كان مسافرا متغربا خارج بلادنا مدة طويلة ثم عاد واستأنف نشاطه ودعوته. سبحان الله، لما بلغني خبر وفاته استرجعت ذكريات طويلة قديمة في مسجد أسامة بن زيد، مسجد أقيل، سبحان الله، كثير منكم قد يعرفه. والمساجد يا أيها الأحبة حياتها بأهلها بروادها بسكانها بمن فيها يأمها ويدرس فيها ويخطب فيها. فقد تجد مسجدا ضخما كبيرا متسعا لكن النشاط فيه ضعيف، وتجد مسجدا صغيرا في الحجم، وكل مساجد الله عظيمة كبيرة في الحجم والسعة، ولكن الله تعالى آتى من وجد فيه موهبة ونشاطا ودعوة إلى الله تعالى حسنة فترى التأثير يخرج منه. سبحان الله، وذكرت العبر أذكره لما كان شابا، كان ممتلئ الجسم نشيطا، ثم لما عرفت بمرضه وجرى له ما جرى تغير كل شيء، فقلت سبحان الله العظيم الذي يغير ولا يتغير، بيده ملكوت كل شيء. العبرة يا أيها الأحبة في الحياة أن الإنسان لا يبقى على حال واحدة. كثير من الناس يغتر، من أوتي مالا، من أوتي قوة، من أوتي صحة، سبحان الله، فيغتر الإنسان. على كل نترحم على الشيخ رحمه الله تعالى وعلى كل علماء المسلمين وعلى أهالينا وأقاربنا ومن سلف من المسلمين، اللهم اغفر للشيخ ولمن سبقنا من المسلمين مغفرة واسعة وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. فأحببت أن أذكر من كتاب الإمام النووي رياض الصالحين بابا يتعلق بذكر الموت وذكر عدم تأمل الإنسان من الدنيا وتذكر الآخرة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، هذه حقيقة الحقائق، حقيقة الحقائق، سبحان الله. ولو أن للنفس أن تبقى في هذه الدنيا لكانت نفس خير خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى خاطب تلك النفس الطاهرة والجسد المبارك فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. فإن كان هذا الخطاب لأشرف خلق الله فكيف بحالنا نحن أيضا؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. في هذا التعبير الرباني عبرة عظيمة، أن القدم تكون أقرب إلى النار منها إلى الجنة، قدم الإنسان. فمن زحزح عن النار،
إذا هو قريب من النار كاد يسقط فيها، فإذا أبعد عنها فهذه رحمة الله تعالى به. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، الإدخال يحتاج إذن إلى مقدمات، بينما زحزح الذي يقف هنا يزحزح حتى لا يسقط، يقف على شفا جرف، هذا يزحزح يبعد حتى لا يسقط في هذا في تلك الهاوية. أما من يقف بعيدا فهذا يقال له اقترب 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 حتى يدخل إلى المكان المراد. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لذلك لما يأتي الشيطان فيضحك على الإنسان ويقول الله غفور رحيم، نعم لا شك، ولكن أتنسى أن الله شديد العقاب؟ لما تعصي الله أتنسى أنك تعصي الإله العظيم القادر؟ سبحان الله. فمن يسترخص معصية الله تعالى ويقول الأمر سهل كذا كذا كذا، هذا والعياذ بالله مفرط في حق نفسه، مضيع لشأنها. طبعا هذا لا يعني أن الله كما قدمنا هو الرحيم، هو الرحمن، هو الكريم، هذا أمر معلوم ومفروغ منه، ولكن كما قالت، كما ينسب هذه الأبيات إلى رابعة العدوية رحمها الله تعالى، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. سبحان الله. فيدعي الإنسان الصلاح والتقوى لكن لا يطيع ربه، هذا عجيب. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سبحان الله. ألم يأن، أي ألم يحن الوقت لكي يفيء الإنسان إلى ظلال طاعة ربه ويبتعد عن المعاصي والشرور. سبحان الله. كانت هذه الآية ألم يأن في سورة الحديد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، كانت سببا في توبة عالم جليل من علماء المسلمين كان في أول أمره مسرفا على نفسه، يسمى الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من السلف الصالح. نعم كان هذا العالم مسرفا على نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل، وكان يقطع الطريق، يعني يغير على القوافل التجارية، يسلبها ينهبها، كان بعيدا عن الله عز وجل. واتفق يوما كما يذكر عنه المؤرخون أنه أحب جارية فكان يتسور إليها في الليل فيحادثها، لا يفعل الفاحشة وإنما يتكلم معها كذا كذا. طبعا هذا شأن الشيطان أيضا أن يتلاعب بعقل الإنسان. الآن ما نراه ما نسمعه بين الشباب بين البنات لا يقعون في الزنا، ولكن مقدمات الزنا لعلكم تذكرون منذ أيام في الحديث الصحيح زنا العينان النظر وزن الأذنان الأذنين الاستماع وزن اللسان الكلام. سبحان الله. فالأمر خطير، يعني من تسول له نفسه شابا كان أو كبيرا، ما في مشكلة إذا تكلمت مع النساء، ما في مشكلة إذا صادقت النساء، ما في مشكلة، ما في كيف، ما في مشكلة يا أخي، الأمر خطير، تنزلق الرجل في مهاوي الردى. ابتعد هذا الرجل مع جارية في الليل أن يأتيها بعد منتصف الليل، كما قلت يتسور البيوت وهو من عادته لأنه كان لصا قاطع طريق، فيحادثها. فجاء وقت مجيئه أو حان وقت مجيئه، صعد تسور البيوت، فلما كان على سطح منزل وأراد النزول إذا به يسمع قارئا يتلو في ظلمات الليل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. توقف الرجل وجمد في مكانه يسمع الآية، القارئ يرددها، وهذا يحسن أحيانا خصوصا إذا كنت وحدك. ردد الآية بذاتها وتمعن في معانيها وتفهم ما يراد منها. يرددها القارئ والفضيل في مكانه جاث يسمعها وتدمع عيناه، ثم قال: والله قد آن يا رب. حان الوقت، ألم يأني؟ ألم يحن الوقت؟ حان الوقت. فبدل أن ينزل إلى دار الفتاة عاد أدراجه إلى مكان أصحابه، فتوضأ واغتسل وصلى ركعتين، فلما فرغ إذا به يسمع أناسا مجتمعين قريبين منه. كان الرجل كعادة القطاع الطريق واللصوص يسكن مكانا نائيا بعيدا عن الناس حتى لا يعرفه الناس، وكان بقدر الله قد جاءت قافلة تجارية قريبة نزلت من ذلك المكان. فلما نزلوا قال بعضهم لبعض: احذروا يا أيها الناس، فإنه يبلغنا أن هاهنا رجلا قاطع طريق لصا شهيرا يستطيع الأذى ويغير على الناس، فاحذروا على متاعكم وأموالكم. ويسمع تلك الكلمات فتغرورق عيناه بالدموع مرة أخرى، ويخرج إليهم فيقول: بل أنتم آمنون بأمن الله عز وجل، وأنا الفضيل وقد تبت إلى الله عز وجل. خلاص لا تخافوا عن حرب. وجعل من توبته أن يجاور في حرم الله عز وجل، فترك كل شيء مكانه وانطلق إلى الحرمين. قبل أن ينطلق بدأ بتلقي العلم. أول ما يدل على التوبة أن يبدأ الإنسان بتلقي العلم، كما أشرنا البارحة وما قبلها، أن يصحب الإنسان الصالحين. هذه أوائل أدلة أنك على الحق وأنك على الإيمان وأنك على الالتزام بطاعة الرحمن. فبدأ يصحب، وكان في العراق، بدأ يصحب أهل العلم والفضل، فحفظ القرآن والحديث وتعلم الخير، ثم انطلق فجاور بمكة المكرمة وصار فقيها محدثا مفسرا. ومرت الأيام وكان بين الحين والحين صار عالما جليلا، أحد رواة صحيح مسلم، الفضيل بن عياض، سبحان الله، أمر عظيم. فكان أحيانا يأتيه الطلبة يريدون سماع الحديث منه فلا يخرج إليه. ما الذي يجري؟ يكون في بيته ودموعه تسيل على خديه، يقول: أنا الفضيل أعلم الناس حديث رسول الله وقد كنت قاطع طريق. فيبكي ويبكي 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 حتى لا يستطيع الخروج، فتخرج بعض أهل بيته فيقولون للناس: يا أيها الناس انصرفوا رحمكم الله، الشيخ ما يستطيع الخروج إليكم. سبحان الله، هذا أيضا دليل صدق التوبة. دائما الإنسان يتذكر أخطاءه فيندم عليها ويبكي عليها ويستغفر ربه منها. أما كثير من الناس أيضا يتناسى: أنا إيش سويت؟ ما يا أخي، هذا ليس كلاما الصالح. صالح يقول: أنا العبد الخطاء، أنا المذنب، أنا التائب، أنا المستغفر، أنا المنكسر. هكذا يكون العبد المؤمن الصالح، دائما يعتبر نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل، فيبادر ويجدد التوبة والإنابة والاستغفار والتوجه للخير. سبحان الله. قال النووي: والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري.
يوصي سيدنا رسول الله ابن عمر بهذه الوصية. ابن عمر رضي الله عنهما لما توفي سيدنا رسول الله لم يكن قد تجاوز 25 حال الوفاة النبوية، فمتى أوصاه بهذه الوصية؟ قد يكون قبل 4 أو 5 سنوات من وفاته، يعني كم كان عمره؟ لعله كان في 20 أو أدنى من ذلك. يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سبحان الله، الغريب، أنا دخلت إلى بلد أنا غريب عنها، لا أريد لا الإقامة ولا شيء، ماذا أصنع؟ أشتري حاجاتي، أنظر، قد أنظر نظرة عابرة هكذا هكذا ثم أمضي. لا أريد المكس، أنا ما أريد شيء، إيش إني في هذا المكان؟ أو عابر سبيل. عابر السبيل أيضا يمر طريقا فقط، مرور، قد لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى، مرور ويتابع طريقه. في الدنيا هذا الشأن. أما من غره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. سبحان الله، يتجاوز الإنسان 60 ولا يزال، لا أحد يحزن، أنا أكلم إن شاء الله، أريد الخير والنصيحة، لا يزال بلا لحية. ماذا تنتظر يا أخي؟ إن لم تتبع سنة خير الأنام فمن هو قدوتك في الحياة؟ بعد 60 و70 بلا لحية تحلق لحيتك، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أن يعود الشباب ولن يعود؟ ماذا تنتظر؟ أن يتجاوز الإنسان 50 و60 ولا يزال يأكل من الحرام، من الرشوة، من المال الحرام، من الغش، من الأيمان الكاذبة، كما ذكرنا البارحة في كبيرة صلاة العصر نتكلم عن سلسلة الكبائر، يحلف يمينا كاذبة، تجاوز 50 و60 أجل أن ينفق سلعته. ماذا تنتظر يا أخي؟ ماذا تنتظر؟ والله رسمالك ذا وهو يكذب والعياذ بالله تعالى، ماذا تنتظر؟ الموت قريب، لا يدري الإنسان في أي لحظة يقال له هلم إلى لقاء الله، ما الذي قدام؟ سبحان الله. المرأة، أخواتنا النساء أيضا تتجاوز العمر، تكبر، لا تزال على هيئتها من عدم الحجاب والستر الذي أمر الله تعالى به، لا تزال بعد هذه المدة لا تصلي. كم من الناس اليوم من المسلمين لا يؤدون لله تعالى ركعة، لا يؤدون لله ركعة، لو أجرينا إحصائية لوجدنا أمرا مخيفا مؤلما، ينذر بشر لا ينذر بخير. إحصائية علامة على من يصلي، مو يصلي في الجماعة في المسجد، يصلي فقط فقط. وانظروا أنتم فقط، نحن ننظر للاعتبار لا للانتقاد أحبتي. لما ينظر الإنسان، كل إنسان يعتبر، يتذكر نفسه، هل أنا مقصر في ذلك؟ هل أهلي مقصرون لأنصحهم وأعظهم؟ لا لي يعني ينتقد فلان، لا 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 يا أخي، لا يا أخي، عيوبنا تكفينا. ولكن نتذكر، كل إنسان يستذكر شأن نفسه. لو الإنسان تفكر في هذه القضية، أمر مخيف. قد لا تجد أحيانا بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه مقصرون في الصلاة، ما الذي ينتظرون؟ أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين تترك، تترك. يا الله، سبحان الله، الأمر عظيم. كما قلت لكم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سيدنا ابن عمر حفظ هذه الوصية من مطلع شبابه يعرف، وكما قلت وأوصاه بهذه الوصية وهو شاب، فما حال كبير السن؟ فما حال كبير السن؟ كم أعرف أيضا، كلكم تعرفون، تجاوز 40 لا يزال كأنه في 20 من عمره. يا أخي، 40، قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سن الكمال، ولا يظل يظن نفسه شابا في مطلع، يسهر كل يوم بلعب ورق. شاد عمره خير 42 45، لك ماذا تصنع بنفسك أنت؟ ماذا تصنع بنفسك أنت؟ سبحان الله، إلى الآن غفلات، إلى الآن بعد عن طاعة الرحمن. والله بصلي أنا، طيب الآن منطق آخر، والله بصلي، الله يجزيك الخير، تمن علي أم عن الله بصلاتك؟ يعني إن فعلت نوعا من القربات كأنك حققت، ملأت الخافقين خيرا، إيه تصلي هذا؟ يعني من لا يصلي إلا الضال عن طاعة الله؟
سبحان الله. فابن عمر تأثر بالوصية طول حياته، فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يخاطب من حوله، أخذها من الحديث النبوي، تعلمها فحفظها، وخذ من صحتك لمرضك، يعني استفد من وقتك. في وقت الصحة أكثر من العبادة، من القرآن، من الصلاة، لما تمرض لا تستطيع هذا الشيء. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال وعنه، أي عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. سبحان الله. ما حق امرئ مسلم، بمعنى لا ينبغي، لا ينبغي لامرئ مسلم له شيء يوصي فيه. له شيء بمعنى عنده مال أو عليه حقوق أو عليه تبعات، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أيضا قصة الوصية تؤثر في الإنسان. لما ترجع إلى البيت تقول لنفسك: سأكتب وصيتي. هذه وحدها تؤثر في الإنسان، تتذكر أن وصيتي موجودة. يعني بأي لحظة يقول لك: هلم يلا أكتب إلى الله يا رب. لما يفكر بالمعصية: يا رب يا رب وصيتي موجودة بقربي. فهذه تذكير بالله عز وجل، وهو أمر حق ومطلوب ومشروع ومسنون. لذلك اكتب الوصية، أول ما في الوصية توصي وتشهد عليها، تأتي بشخصين من أهلك أو من غير أهلك مسلمين، تشهدوهما على ما في الوصية: أوصي بكذا من المال أن يتصدق به، كما قال حديث: يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه، عنده مال يتصدق، أو كما قلت عليه حقوق، وهذا أهم. لذلك قال أهل العلم: لو كان عليك ديون صارت الوصية في حقك فرضا، أنا مقترض منك مالا، فحينها الوصية في حق فرض. قال ليش؟ تموت يأتي هذا الدائن: أعطوني ديني. إمامنا عليه الصلاة والسلام، أبونا ما أنا، ما أنا يا أيها الأب لما لم تكتب وصيتك وتكتب لفلان علي دين كذا، أنا لم أخرج زكاة مالي في هذا العام، كيف لم تكتب هذا الكلام مثلا، أو أخرجت نصفها أو ربعها، حتى إذا لقيت الله عز وجل جاء أولادك فأنفذوا ما وجب عليه من الحقوق، عرفوا من يستحق وردوا إليه المال، عرفوا من كذا فصنعوا خيرا، أما لا يكتب شيئا. سبحان الله. فالأمر مهم أحبتي جميعا، كلنا سأل الله أن يعيننا على ذلك. يجلس الإنسان في بيته، ليس هناك صيغة محددة للوصية، لكن أول شيء يذكر نفسه بعد أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويحمد الله، يصلي على رسوله، يقول: أذكر نفسي وأهلي وأولادي ذكورا وإناثا وزوجتي بتقوى الله عز وجل، أن يخلفوني من بعدي بطاعة ربهم. ثم يقول: وأوصي بصدقة في مكان كذا، وأوصي بصدقة مثلا لطلبة العلم، وأوصي بصدقة لعمارة المساجد مبلغها كذا، وأوصي بكذا صدقة على الفقراء، وأوصي بكذا لابن أخي فلان لأنه فقير، طبعا ولا تصح الوصية لوارث، وهكذا يبين مصارف الزكاة، مصارف الوصية. ثم يقول مثلا: لفلان دين علي مقداره كذا. أيضا إذا لك علي على أحد دين بين حتى لا تضيع حقوق ورثته، كل هذا يذكر في الوصية. سبحان الله. فهذا أمر مشروع مسنون. أذكر بعض إخوتنا في يوم من الأيام أراد الخروج للحج، قديم، جاء إلي قال: أكتب الوصية. قلت له: بارك الله، أمر والله طيب، هذا بدون السفر مشروع، فكيف بالسفر إلى مكان بعيد؟ فيعني كتب الوصية أمامي وأشهدني، أمر مهم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. حديث الذي بعده يوضحه أيضا.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. خط نحن الان هلا بالعام باسلوبنا بطريقتنا المعاصره ممكن نقول رسم، يعني خط خطا مربعا بمعنى رسم شكل مربع، تمام. وخط خطا في الوسط خارجا من، جعل الان ايضا بتعبيرات زماننا بنقول مثلا رسم خط مستقيم، نعم، في الرياضيات في وسط هذا المربع من اوله الى اخره، ثم يخترقه خط من بدايته طالع لفوق، خط مستقيم. قال: وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط. الان فرضنا هذا الشكل مربع من وسطه خط من أوله إلى آخره يخترقه ويصعد إلى الأعلى. الآن بجانب هذا الخط من هذه الجهات خط خططا صغارا، خط 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 خط. قال: هذا الإنسان، المربع تشبيه بالإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، بمعنى الإنسان في داخل المربع، وكل ركن من أركان هذا المربع، نعم، هو أجله، من اليمين أجله، من اليسار أجله، من الأعلى أجله، من الأسفل أجله. طيب، قال: وهذا الذي هو خارج أمله، الخط الطويل اللي مخترق المربع من أوله لآخره طالع، هذا أمله ده يعيش 50 والخطة تعيش 300 كسيدنا نوح عليه السلام. أما عم اشتغل بالأمس تذكرون قلنا ما الذي ينتظر الإنسان؟ كم سأعيش؟ قلت لكم مرة كنا في مجلس بعض الإخوة أتاه الله بسطة في المال، رزق الله البشر جميعا بفضل الله، وهذا يجب أن يكون عندنا جميعا، لا ينبغي أن يخطر في بالك شيء من مال البشر ولا أن يرف جفنك لشيء. الآن نتكلم كله والله لا يساوي شيئا، بعض الناس يحسد فلان عنده كذا كذا. فكنا في مجلس بعض الإخوة ذكر شدة الحال، البلاء، ضعف الأوضاع، الفقر، كذا كذا. فهذا الأخ سبحان الله، نعم، بدأ يشكو الحال، وعنده من المال لو أنه مات وبقي بعد موته 50 سنة ينفق من ماله لكفاه، بس هو عم يشكي رز غليان، ما بعرف بقدونس غليان، حقك الله يرزقك، لو بعد شوي جوز تفقر تتدين بتعو، ما تكفيك الأموال إلى 50 سنة أمام. أكثرنا يشكو ويبكي أيضا، ارجع إلى البيت مملوء طعام وشراب يكفي شهرا، 20 يوما، 15 يوما. الصحابة ما كان أحدهم عنده شيء، يعني ما يكفي إلا يومه أكثرهم، وبعض الأحيان يعني قد يكون غير هذا. سبحان الله، عندنا كثير ورغم ذلك نشكو. ماذا يأمل الإنسان؟ يأمل الله رحمة الله، هذا الذي وهم برحمته يطمعون، هذا الذي يأمل. أما المال أما غيره ذاهب. قال: وهذا أمله، أمله يخترق كل شيء ويظن ويحسب وسأفعل وسأسافر وآكل وأشتري وأصنع. قال: وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال: الأعراض إيش يعني؟ الأعراض بمعنى هي المصائب والبلايا التي قد تكون بإذن الله سبباً للرحيل للموت. مرض بالمرض الفلاني، هذا عرض أول، قدر الله نجا منه. أصابته سيارة صدمته، وقع من مكان عال، هذا عرض قد يكون فيه أجله. سرق ماله فتأثر بذلك فأصيب بصدمة فكان أجله، كذا كذا كذا، هذه الأعراض. فإن أصابه، فإن أخطأه هذا نهشه هذا. ما مات بها السبب موت بالسبب البعض طبعا، والأسباب بيد الله، هي مقدرات من الله. لكن يعني إن لم يقدر عليه الله تعالى الموت بهذا، جاه للذي بعده خطط صغار كثيرة 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 تأخذه. الأمل طويل والأجل قصير.
قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الذكر هذه اللذات يعني الموت. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أكثروا الذكر هذه اللذات، هذم بالذال المعجمة التي بالعامي من عصب على لسان نفية. نعم هذم، كثير من الإخوة يرويه هادم وهي رواية لكنها ليست قوية. الرواية الصحيحة هذم مو هازم، هذم مؤكد. نعم وهذم بهذا الشكل بمعنى قطع، فصار الحديث واضحا. أكثر الذكر قاطع اللذات، قال يعني الموت. إيش اللذات؟ نساء، طعام، شراب، أموال، جاه، سلطان، قوة، هذا يقطع ويأتي الموت، انتهى كل شيء، ما بقي شيء. لذلك هناك رواية لهذا الحديث عند الطبراني وغيره، أكثروا الذكر هذم اللذات فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا كثير إلا قلله. يذكر الإنسان الموت، عنده قليل من المال، يقول لك شغلة بسيطة، مدام الموت جاي خلاص كفيني، الله يسترنا بستر جميل، الحمد لله مبسوطا ماشي الحال. ولا في كثير إلا قل له، عنده كثير من المال، يقول لك ده أتركه أرحال، إيش ده يفيدني المال، أفرم دي كبر، أقبل على الله، أقبل على النفس واستكمل فضائلها. فإنه ما ذكر في كثير إلا قل له ولا قليل إلا كثر. سبحان الله، بعض الإخوة مرة سمعته يقول في مجلس ذكر الموت، خيو لا تحكي لنا هالقصاي، مو أنت عندك فهم معك صك بالنجاة من الموت، فما تحكي عليه دخيلك الساعة تسقمنا حالنا. لا خيو دخيلك ما تسقمنا حالنا، خلاص يعني يبقى أنت عيش ما شئت لكن فإنك ميت. إيش هذا؟ إيش هذا؟ يضحك الإنسان على نفسه، يضحك الإنسان على نفسه. سبحان الله، أي واحد منا فليتفكر، أينا كلنا من صغارنا إلى كبارنا يستذكر. قال الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم القيامة قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يقول الله تعالى فاسأل العادين، مد لازم مثقل كلمي ست حركات، عادين اعتبر عمرك 20 سنة بس، عدة كل سنة 300 على الميلادي 365 ويوم ربع، كل يوم 24 ساعة، كل 24 ساعة كل ساعة 60 دقيقة، كل 60 كل دقيقة 60 ثانية. إيش سويت فيه يا صديقي؟ 20 سنة بس، مو 50 مو 70 مو 80، 20 فقط، 20 سنة. ماذا صنعت بها؟ من نقرأ كتابه هذا هنا الإمام النووي رحمه الله، توفي عمره 43 سنة، 43 سنة. بالأمس ذكرنا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، توفي وعمره 40 سنة إلا أشهرا، 39.5 يعني. عمر بن عبد العزيز ما في أحد ما يسمع به رحمه الله يعني، ملأ الدنيا فضلا، عمره أقل من 40، ما كمل 40 يا جماعة. سبحان الله، ماذا يعني الإنسان؟ إيش؟ تأمل، تذكر، تذكر من تعرفه أيضا. كم أمشي أحيانا ها هنا، أخرج من ها هنا، سبحان الله، ذكرت أيضا نترحم على جميع إخوتنا من كان يصلي معنا في هذا المسجد، من نعرفه فيه، عشرات من الإخوة سبقونا ورحلوا، بالأمس مات أخونا فلان، بالأمس مات أخونا فلان، عشرات من الإخوة رحلوا، سبحان الله العظيم. فاللهم ارحمنا أحياء وأموات. استذكر الإنسان، استذكر، سبحان الله، تذكر. الآن قد يكون الإنسان من يعرفه من الأموات أكثر من من يعرفهم من الأحياء. ذكر من أقربائه هو ماشي، والده، والدته، جده، جدته، أعمامه، أخواله، أولاده، يجري هيك إحصائية، قد يعرف من الأموات أكثر من الأحياء. سبحان الله، عبرة، حياة عبرة.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حسن لكن الحديث ضعيف نعم. بادروا بالأعمال سبعا كأننا نقول باللهجة العامية يعني لحوا حالكم سبعا. قال فقرا منسيا من شدة الفقر يخرج الإنسان بس دخيلة بس دا أكل بس دا أشرب بس دا أستر عورتي بس كذا ينسي الإنسان كل شيء فينسى حتى الطاعة ويقع في المعصية من شدة الفقر. أو غنى مطغية من كثرة المال ما عاد يأبه لأحد كل الدنيا في نظره لا قيمة له من الاستكبار يعني الآن. غنى مطغية أو مرضا مفسدا يريد أن يقف في الصلاة آخ يا ظهري وقت كان ظهرك سليم كنت تقف آخ والله بعد بحسن أنزل على الجامع كنت في أيام الصحة. أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا وفي رواية مفندا ينفض في الوجهين مفندا يعني محطمة لا يبقى للإنسان قوة على شيء الهرم. أو موتا مجهزا يقضي على الإنسان ما يستطيع بعد أن يموت إيش يستطيع من العمل. أو الدجال فشر غائب ينتظر ينتظر الدجال أن يأتي أسوأ ما يكون هذا الإتيان يشده إلى الشر. أو الساعة والساعة أدهى وأمر فماذا ينتظر الإنسان فيبادر إلى الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المسارعين للخيرات وأن ترحمنا في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين.